السلام عليكم. لا تخف يا عبد المشهد، لا تخف، سرقتك للعاطفة حرفة، وحيلك مستمرة نهر جاري لا يجف، خلفك جمهور النكسة يحتفي بك ويزف. للأسف مفلس الفكر ذلك القزم، أصبح عملاقا أمام أسياد القلم، والآن هذا قصاص القلم يمحيه كدعوة المظلوم على من ظلم. ثقافة الفكر المكبلة السجينة وضعت على كرسي الاعتراف، وذلك الغبي يمرح ويلهو يحملونه على أكتافهم، ومن معينه واصلون الاغتراف، يجهلون أنه بسببه قد حل في عقولهم الجفاف. في الجانب الآخر، سقف الطموح للنوابغ انهد، ضاق بهم السبيل بل انسد، ضاقت عليهم الوسيعة ولم يعد بأيديهم وسيلة، وفوق ذلك لم يسلموا من الشماتة والشتيمة. في النهاية أخرجتم لنا هذا المفلس لينخر عقل هذا الجيل بسكينة، مجرم يتسلق على أكوام تلك الجثث المسكينة. الحقيقة الغائبة عنكم، ما يقترفها هؤلاء في حق أبنائكم يعد أبشع جريمة.